السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، مرحبا بكم متابعينا على قناتنا طقس الفلاح. تحية طيبة للجميع وتحية طيبة للجميع متابعينا عبر تراب الوطن. أهلا وسهلا بكم إخواني في نشرة جديدة خاصة بحالة الطقس بالمغرب لآخر تحديثات نماذج الطقس العالمية خصوصا النموذج الأوروبي. سنقدم لكم تراكمات الأمطار إخواني الكرام، وكذلك المناطق المعنية بالأمطار والثلوج الكثيفة، وكذلك التساقطات المطرية التي سوف تتواصل لعدة أيام بإذن الله، مع تقدم منخفض جوي آخر عملاق، منخفض جوي في التوقعات، ولله الحمد مازالت ثابتة بشكل كبير. إخواني الكرام، بغيت ربي يحفظكم ويسهل عليكم، ديروا لنا لايك وما تنساو ديروا متابعة، وكذلك لكي يصلكم جديد الفيديوهات والنشرات إن شاء الله القادمة. والآن سننتقل مباشرة إلى التفاصيل. إخواني الكرام، أجواء غير مستقرة مازالت متواصلة على المملكة إن شاء الله، خصوصا في فترة الليل إن شاء الله بيتوقع استمرار العواصف الرعدية القوية محليا كما تشاهدون على العديد من المناطق المملكة، مع دخول منخفض جوي قطبي. كما تشاهدون هذا المنخفض الجوي القطبي إن شاء الله فسوف يدخل إلى المملكة ويعطي أمطار وثلوج، وكذلك احتمالية تستمر هذه الاضطرابات الجوية لعدة أيام. نسأل الله التبادل لدى الخيرات، ومع تغييرات قوية ومفاجئة في الحالة الجوية خلال الأيام القليلة القادمة بإذن الله. التوقعات اقتربت والتوقعات ثابتة بشكل كبير بإذن الله تعالى، ويبقى العلم عند الله. بالنسبة ليوم الخميس فالأمطار الخير أمطار الرعدية متوقعة على سكون ممتاز، وقد تصل حتى إفران وخنيفرة وزاوج الشيخ وميدل. تساقطات مطرية على مناطق الريش وقرم، وقد تصل حتى الرشيدية وآسول وإملشي. أمطار حاضرة بإذن الله على مناطق واتزم وخريب قوسطاط بشكل ضعيف. الأمطار الرعدية قد تكون متفرقة، وبعض المناطق سوف تشهد تساقطات مهمة كمناطق تباينت وكذلك مناطق وكيمدن ورزازات. تساقطات مطرية على مناطق تازناخت بإذن الله وكيمدن وأمزمز وإمتن، تساقطات مطرية مصحوبة مع عواصف رعدية. خلال يوم الجمعة يتوقع الأجواء كذلك في فترة الليل أن تستمر بعض الأمطار على هنا وهناك، تبقى ضعيفة خصوصا على المرتفعات الوسطى للمملكة، مرتفعات الأطلس المتوسط. بالنسبة ليوم الجمعة، يوم الجمعة فالأجواء كذلك غير مستقرة، مع احتمال إخواني الكرام تشكل عواصف رعدية كما تشاهدون على مرتفعات الريف أو المناطق الشمال الغربي للمملكة، مع احتمال بعض الأمطار الضعيفة على مناطق الوليدية ولدفرج الجديدة، قد تعطي بعض القطرات إخواني الكرام على الدار البيضاء وسليمان والقارة والرماني، وكذلك مناطق الرباط والخميسات وسيدي سليمان وقرية أبو محمد وفاس ومكناس، كذلك تاونات وإيساقن وشفشاون وتطوان وأصيلة، وكذلك مناطق العرائش والناظور وبركان وساكا والتريوش ومناطق وجده. ربما تعرف بعض الامطار لكن ضعيفه طنجة، وكذلك سبت في النطاق المضيق والمناطق الطرف تساقطات مطريه محتمله ان شاء الله، لكن فتره المساء سوف تصبح هذه الامطار قويه من المستوى احمر كما تشاهدون، خصوصا على فاس. امطار متمركزه بشكل قوي على فاس باذن الله، خصوصا على مناطق تهله وكذلك تازه وتاونات ان شاء الله، ومناطق بحول الله كذلك تاونات وكذلك إيساقن والخميسات وكذلك سيدي سليمان سيدي علال التازي والرباط إن شاء الله، ومناطق الدار البيضاء والقارة وبرشيد. تساقطات مطرية جد قوية خصوصا على مناطق كذلك قلسيف وساكا وأكنول والحسيمة وتطوان وكذلك شفشاون ووزان بإذن الله، ومناطق مرتفعات الريف تساقطات مطرية جد قوية. توقعات الأيام القادمة خصوصا يوم السبت إن شاء الله، فما يتوقع استمرار بعض الأجواء الغير مستقرة إن شاء الله على مرتفعات وكيمدن وأمزميز وإمنشانوت وشيشاوة وكذلك أزيلال وبن ملال وزوج الشيخ وإفران والماس وتهلا وتازة وسكورة ممتازة. المناطق طرف تساقطات مطرية معتبرة مع تقدم كما قلنا منخفض جوي قطبي إن شاء الله، وبداية الاضطرابات الجوية بداية من يوم الأحد، فقط مجرد بداية إن شاء الله، وسوف تشمل مناطق بركان ووجدة الناظور الحسيمة وكذلك الدريوش وساك أكنول وتاونات وإيساقن وشفشاون كذلك أصيلة وتطوان العرائش قرية أبو محمد سيدي علال التازي وسيدي سليمان قرية أبو محمد والخميسات الرباط مكناس وفاس، وأمطار حاضرة على مناطق تهلة والماس والرماني والدار البيضاء وكذلك القارة برشيد وسطات ولاد فرج وسيدي بنور والوليدية. وكذلك يتوقع في فترة المساء إن شاء الله الاضطرابات الجوية مازالت متواصلة على مرتفعات الريف وكذلك على الجهة الشرقية، مع احتمال تساقطات ثلجية. أمطار حاضرة على وجدة فترة المساء من يوم الأحد وبركان وكذلك الحسيمة والتريوش وقرسيف وكذلك تازة إن شاء الله وتهلا وسكورة ممتاز، مع تساقطات ثلجية على سكورة ممتاز. أمطار خير متواصلة على فاس وكذلك قرية أبو محمد ومكناس وخميسات والماس والقارة برشيد وكذلك وازم وخنيفرة وسكورة ممتاز إن شاء الله، وتساقطات على الريش
بحول الله. خلال اليوم كذلك الاثنين اضطرابات جوية ما زالت متواصلة بإذن الله، وخصوصا فترة الصباح على العديد من المناطق المملكة، خصوصا مناطق تباينت وأكادير بوشيبة قلستراغنا ومناطق مراكش ومناطق تروج كتيف على منطقة تنغير، وكذلك أوكيمدن وتباينت وإيمل شيل وآسول إن شاء الله وتوفيت وخنيفرة وزاوت الشيخ، أمطار إن شاء الله وتروج متواصلة إفران، وكذلك سكور ممتاز وطة الحاج وميسور وتهلا وتازه وقرصيف، وكذلك ساكا واكنول وتوريت ووجده ومناطق الناظور والدريوش. امطار ان شاء الله سوف تكون كذلك على الجديده والوالديه والدار البيضاء بحول الله. مع مرور الساعات ان شاء الله يتوقع ان شاء الله استمرار الاجواء الغير مستقره على العديد من المناطق المملكه بامطار وثلوج كثيفه وامطار حاضره حتى مناطق الجنوب الشرقي على مناطق زاغورف ومزقيد ورزازات واكز ومناطق تازناخت. ان شاء الله امطار وثلوج كثيفه على سلسله المرتفعات الاطلس ان شاء الله، خصوصا على اوكيمدن وتباينت ان شاء الله، وكذلك اسول وامرشيل وميدل. الثلوج كثيفه ان شاء الله لخنيفره وافران، تساقطات مهمه على مناطق فاس وقريه بو محمد وتاونات وإساقن وشفشاون والناظور، وكذلك وجدة وجرادة بعض الاضطرابات. أمطار حاضرة على الدار البيضاء والرباط، وكذلك الرماني والقارة وبرشيد والجديدة وسطات ولد فرج وسدي بنور. أمطار الخير متواصلة بإذن الله تعالى على مناطق بني ملال وبن قريق العسلقنة سدي بوتمان ومراكش الشيشة وأوكيمدن أمزميز إيمنجان، وتساقطات مطرية وثلجية وأمطار متوقعة كذلك على مناطق سدي إفني وتيزنيت بشكل ضعيف. وإخواني الكرام يتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة إن شاء الله، خصوصا فترة الليل بشكل قوي ومعتبر، مع تساقطات ثلجية كثيفة على مناطق تبين تؤكل مدن أوزميز ومناطق زاوية الشيخ وبني ملال وميسور وخنيفرة، وكذلك والماس كورة مداز وإفران وفاس ومكناس وقرية أبو محمد والرباط وتاونات، وكذلك الدار البيضاء والقارة برشيد سطات وادزم خريب قلبروج بني ملال خلال السرغنة وسيدي بوعثمان مراكش شوا وأوكي مدن والمرتفعات الأطلس. سوف تستمر علي هذه التلوج إن شاء الله، وكذلك مناطق الراشدية وتنغير أمطار جد معتبرة كذلك على مناطق الناظور والحسيمات، تساقطت على مناطق إن شاء الله سبتة وطنجة. ويتوقع بإذن الله خلال يوم الثلاثاء 29 أكتوبر الاضطرابات الجوية ما زالت متواصلة ولله الحمد على العديد من المناطق المملكة، خصوصا فترة الصباح على مناطق العرائش وأصيلة وللميمونة سيدي علال التازي ووزان قرية أبو محمد سيدي سليمان، وكذلك إيساقن وتونات وتازة وأتهالا ومكناس إفران سكورة متاز، وتساقطات تلجي على مرتفعات إفران وأمطار حاضر على خنيفرة وزود شيخ وبني ملال إن شاء الله، وكذلك الرباط والخميسات والرماني بحول الله. ويتوقع في فترة المساء وبعد الزوال استمرار الأجواء الغير مستقرة باضطرابات جوية إن شاء الله ستكون قوية محليا، خصوصا على مناطق باب برد والحسيمة وشفشاون والعرائش وللا ميمونة ووزان وقرية أبو محمد وتازة وتهلا وتهلا وكذلك قرسيف، وتساقطات على الجديدة والوالدية وسيدي بنور ولاد فرج وخنيفرة. خلال فترة المساء يتوقع استمرار الأجواء الغير مستقرة على مناطق الشمال غرب المملكة، خصوصا العرائش والرباط والجديدة، وكذلك مناطق أصويرة، تساقطات مطرية متوقعة بشكل غزير إن شاء الله. أما بالنسبة لتوقعات يوم الأربعاء فمن المتوقع أن تكون كذلك الأجواء غير مستقرة بسبب اقتراب هذا المنخفض الجوي مع رياح قوية جدا، واحتمال إن شاء الله خلال توقعات الأيام القادمة سوف نلقي نظرة على تراكمات الأمطار المتوقعة إن شاء الله، وكذلك بإذن الله نلقي نظرة على النموذج الأمريكي جي إم 26 كيلومتر، مع احتمال إخواني الكرام تقدم منخفض جوي آخر عملاق كما تشاهد، هذا منخفض جوي آخر يقترب من المملكة. وبالنسبة بإذن الله خلال توقعات إن شاء الله النموذج الامريكي لاخر التفاصيل سنعطيكم كذلك تراكمات الامطار باذن الله. بالنسبه للنموذج الامريكي فيشير لعوده الاضطرابات الجويه خلال كذلك بدايه من شهر 11 وكذلك اواخر شهر اكتوبر. بالنسبه لتراكمات الامطار المتوقعه باذن الله للنموذج الاوروبي ان شاء الله، فمن المتوقع تراكمات الامطار أن تصل إخواني أكرام إلى أزيد من بين 60 وبين 40 و80 ملمتر إخواني الكرام، قد تشهد وبين 70 قد تصل إلى 70 ملمتر في بعض المناطق وأزيد من ذلك، أزيد من 70 ملمتر وصل مناطق فاس وكذلك تهلا بإذن الله قد تصل إلى فاس 70 ملمتر، كتراكمات إجمالية للتساقطات المتوقعة أن تهطل خلال هذه الأيام القادمة. تساقطات بإذن الله متوقعة على أصيلة بشكل غزير وطنجة بين 15 و30 ملمتر على أقصى الشمال، كذلك على الرباط والدار البيضاء
تبدو أمطار نسبيا معتدلة بين 10 و20 ملم على المناطق الدار البيضاء والرباط، كذلك المناطق الوسطى بين 10 و5 ملم كذلك يتوقع. وهذه الكمية قد تختلف إن شاء الله خلال الأيام القادمة، كلما اقتربت المدة كلما كانت التوقعات أكثر دقة. إخواني الكرام، الأمطار المتمركزة بشكل قوي خصوصا على مناطق قصة شمال المملكة ومناطق مرتفعة الريف كمناطق تازة وتهلا وقرية بومحمد.